حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. بعد التحية، طبعا اليوم موقف البحرين أصبح أكثر وضوحا وتأكيدا، خاصة بعد تصريحات جلالة الملك المفدى عند ترأسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي قال بأن المملكة لن تقبل الحضور إلى أي قمة تشارك فيها قطر بعد كل ما قامت طبعا به من مؤامرات ومساعي لزعزعة الأمن والاستقرار وقلب أنظمة الحكم. وأيضا هذا التصريح أبدأ به وزير الخارجية بالأمس. ما قراءتك لهذه التصريحات اليوم وموقف البحرين الواضح؟ نعم، مساء الخير. أولا أنا أعتقد الموقف البحريني موقف مبدئي وموقف منطقي حقيقة في مثل هذه الأزمة. نعم. اليوم بعد تقريبا 5 أشهر من الأزمة مع قطر، نجد أن قطر غير مستعدة للتجاوب ولا مستعدة حقيقة للتعاون في أي ملف من الملفات التي تم الحديث عنها. وبالتالي هذا الموقف مهم جدا أن تسمع دولة قطر. من المهم أن تعرف أن هذه الدول لها حق، لديها موقف ثابت من هذه القضية، وبالتالي يجب عليها في الوقت نفسه أن تتخذ القرار الصحيح الذي يناسبها ويناسب هذه الدول. مملكة البحرين تعدت كثيرا من السياسات القطرية طوال السنوات الماضية. نعم. ومن حقها أن يكون لها موقف واضح في هذا الشأن. نعم، كيف ننظر اليوم ونقرأ دعوة أيضا معالي وزير الخارجية بتجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها، تتجاوب مع مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؟ يعني هل نعتقد أن قطر اليوم بعد كل هذه التصريحات وهذه المواقف سوف تتجاوب وتعيد النظر في سياستها وتبتعد عن سياسة المكابرة وأيضا التصعيد؟ من الواضح أن قطر غير مستعدة حقيقة، وربما حديث أمير قطر مع القناة الأمريكية CBS أكدت هذه النظرية حقيقة. قطر لا تريد أن تنظر حولها ولا تريد أن تستمع لأحد من جيرانها، وبالتالي هي اليوم معزولة وبعيدة عن الجميع. تعتقد أن كل شيء يمكن أن يشترى بالمال وكل شيء يمكن أن يتم من خلال من وراء الأبواب المغلقة، لكن الوضوح والصراحة هي الأهم. اليوم كذلك وزير خارجية البحرين، يعني أنا أعتبرها هذه نصيحة لقطر يجب أن تستمع إليها إذا أرادت. نعم. أن تكون موجودة في القمة الخليجية يجب أن تصحح من أوضاعها. أما التباكي والمظلومية التي تتمسك بها قطر، واليوم هي تتكلم عن مجلس التعاون الخليجي وكأنها حريصة على المجلس، لكن نحن نعرف تماما أنها طوال السنوات الماضية لم تكن حريصة على المجلس، وبالتالي لا يحق لها اليوم أن تدعي بأنها قلقة على انعقاد مجلس التعاون الخليجي في الكويت. نعم، من أبو ظبي الأستاذ محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.